للسنة التالتة على التوالي نظمت بطلة الرماية ري باسيل جراند بري استضافه نادي شتورة كونتري كلاب. استقبل رماة الصيد على ثلاث حقول رماية بهدف التعارف وفتح الأبواب أمام الهواة من مبتدئين ومحترفين. شهد مشاركة 63 شخص توزعوا على 15 آلة وخمس مواقع عشوائية. نعزم الرومات كلها يكون في مشاركة بين بعض، يتعرف مع بعض أكثر، نفتح باب للصغير وللكبير، الفيتيران والجونيور والسينيور والأ بلس والأ. هالحدث بيهدف أيضا لتزويد المحترفين بالمزيد من الخبرة والتحضير للمحافل الخارجية. مباريات برا هلا عنا استحقاقين، واحد بأذربيجان كأس عالم، واللي بعده وورد تشامبيونشيب بمدينة إيطاليا بلوناتو، بقى هذا كله تحضير. كما اطلع الجراند بري لتنمية المواهب الجديدة وتطوير رياضة الرماة على الأراضي اللبنانية بدعم من الاتحاد اللبناني.